إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا درس للمحبين لا ينتفع به غيرهم، والداعي إليه كما قلت قبل ذلك هو ما درج عليه المتأخرون من الاحتفال بمولده صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق المظهرية الجوفاء الخالية من العمل، وكلهم يدعي أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هناك صادقون، لكنهم لا يعرفون كيف يتأثون به صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نظمنا هذه الدروس للمحبين الصادقين الذين يعانون الجهل بسيرته صلى الله عليه وسلم، فنحن نبسط سيرته الذاتية في أكله وشربه ومنامه وغضبه ورضاه وتعامله، حتى نصل إلى أسماء دوابه التي كان يركبها. فإن المحب يعنى بكل شيء يخص حبيبه وإن رآه غيره تكلفا. كيف نصل إلى هذه المحبة؟ اعلم أيها المحب أنك لا تصل إلى تمام المحبة إلا إذا تقلبت في ثلاثة مناحٍ من علامة من علامات المحبة. من علامات المحبة أنك تبذل في رضا محبوبك ما كنت تتمتع به قبل المحبة. من علامات الحب أن تبذل في رضا محبوبك ما كنت تتمتع به قبل المحبة، حتى وإن شق عليك. ونحن الآن في عز الحر، وإذا رمقت الطريق المؤدية إلى بلطيم ترى الناس زرافات ووحدانا يذهبون إلى المصيف هناك إلى الشواطئ، وأنت تريد أن تتحقق بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموضع. هذا مثال، مجرد مثال. الأسرة جهزت المسائل وأخذت المطعومات والمشروبات وأرادت أن تشد الرحلة إلى الشاطئ، ودرجتم على ذلك زمانا، كل سنة في مثل هذا الوقت يذهبون إلى المصيف اللي عليه العراة، وفيه ما لا يخفى على أحد منكم،
لا أقول من مخالفة الشرع فقط، بل من مخالفة أدنى الغير، وأنت تذهب إلى هذا المصيف طواعية لست مضطرا كما يقول بعض المغفلين. ما الفرق بين الشارع وبين المصيف؟ الشارع فيه متبرجات، كذلك المصيف فيه متبرجات، والفرق واضح. إن الشارع لا تستغني عنه وأمرت أن تغض البصر، لكن المصيف أنت تذهب إليه طواعية وترى في المصيف ما لا تراه في الشارع بداهة. فتبدأ الدرجة الأولى من علامات المحبة في هذا الباب، وهو أن تبذل ما كنت تتمتع به قبل المحبة وإن كرهت. فأول الدرجات أنك أنت تجاهد نفسك أن تقطع جاري عادتك كل سنة بتروح، لأن المرة دي لن أذهب، ويشق علي أن يخلفوني وحيدا ويذهبوا، ودي كانت متعة لك. أول الدرجات أن تفعلها بشيء من التكلف، وهذه الدرجة لا بد منها، لأن مخالفة المألوف شاقة بلا شك. فإذا قويت المحبة بذلته رضا وطواعية، لا تذهب وأنت راض وليس في قلبك أدنى حسرة على فوات مرادك. فإن تمكنت المحبة من القلب سأله تضرعا وذلا، يعني لا يتركه، لا يترك هذا الشيء رضا، لا، بل يسأل ما يرضي محبوبه بالذل والتضرع، كما حدث لأبي طلحة الأنصاري على ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه. قال: لما انهزم الناس في أحد ترس عليه أبو طلحة، وكان رجلا جلدا راميا، ترس عليه يعني بيحميه، فكانت السهام تنزل أو تسقط في ظهر أبي طلحة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرف على القوم، فقال له أبو طلحة: يا رسول الله فداك أبي وأمي، لا تشرف على القوم حتى لا يصيبك سهم من سهامهم نحري دون نحرك، أو يسأل أن يكون نحره هو المعرض للسهام دون نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ده سقف المحبة، هذا هو السقف، أن يبذل ما يبذل سؤالا وتضرعا وذلا. فإذا وصل إلى هذه الحال لم يجد مساءة قط تأتيه من حبيبه، فكل ما أتاه من حبيبه رضا. وهذا شائع، وهذا المعنى مشهور، كما قال أبو الشيخ: وقف الهوى بي حيث وقفت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا عليه ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوام. أهنتني، مش المقصود توجه الإهانة من المحبوب إلى الحبيب، لا، بل إنه قد يكلفه بما يهينه بين العالمين، ولا يجد غضاضة في تجرع هذه المهانة ليصل إلى مراضي حبيبه. فقد تكون رجلا من الرجال محترم فاضل يشهد الكل لك، ثم اختارك الله عز وجل لتدعو إليه، فصار السفهاء يشتمونك، وصار عرضك مبذولا ولم يكن إذ ذاك قبل ذاك، فهذه لا شك أنها إهانة، أن يتجرأ عليك السفلة والطغام
الذين يمشون على الأرض مشية الأنعام ولم يكن يحدث لك قبل ذلك شيء من هذا، هذه إهانة بلا شك، ومع ذلك تقبلتها وتجرعتها لتترقى في مراضي حبيبك كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. أشرف قريش النسبة وأعظمهم محتدا وأطهرهم مضجعا ومولدا وأعذبهم موردا، ومع ذلك تعرض لجهالات الجهلة وسفالة السفلة ولم يؤثر ذلك عنده بشيء، لأنه يسعى في مراضي الله. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرمه. وقال القائل: إن كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. فهذه الدرجة من المحبة لا بد أن ترتقيها، لا بد، فإن لم تفعل فلن تصل إلى المحبة. فيا أيها المحب الذي يسعى إلى معرفة شمائله صلى الله عليه وآله وسلم ويسعى إلى معرفة كل شيء يخصه ويجاهد في ذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: لا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من مثل أهله وماله. ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو يراني بأهله وماله. هذا هو الصنف الذي يسعى إلى معرفة كل دقيق وجليل عنه صلى الله عليه وسلم. ومما يشبه ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن محمد ابن سيرين قال: قلت لعبيدة السلماني وهو عبيدة بن عمرو: إن عندنا شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبناه من قبل أنس، أو قال من قبل بعض آل أنس، شعر أصابها محمد بن سيرين. فقال له عبيدة: لأن تكون هذه الشعرة عندي أحب إلي من ما طلعت عليه الشمس، أو قال أحب إلي مما على ظهر الأرض جميعا. وهذه شعرة، يقول عبيدة السلماني: لو كانت هذه الشعرة لي فبذلت أموال الأرض جميعا لأحصلها لما كان كثيرا، فما بالك به صلى الله عليه وسلم، هذه شعرة فما بالك به عليه الصلاة والسلام. لذلك لما ترمق سيرة العلماء وعلى رأسهم الصحابة كيف كانوا إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى العجب، غير المحب يراه تكلفا أو يراه من أساطير الأولين، أما المحب فلا يستكثر شيئا من ذلك. ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيم مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما من أحد أذكره إلا وأيوب السختياني فوقه. ولقد حج أيوب مرتين كنت أذهب أرمقه فيهما، يعني يذهب لينظر إليه، فكان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى نرحمه. فلما رأيت بكاءه وإجلاله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتبت عنه. وهذه عند أهل العلم معروفة، لأن
أيوب السختياني ومالك أقران، وإن كان أيوب أكبر في السن قليلا لكنهم أدركوا مشايخ عدة رووا عن مشايخ مشتركين. فكتابة مالك عن أيوب يعتبر كأنه بيكتب عن بعض كبار أقرانه، لكنه كتب عنه لهذا المنظر الذي رآه. قال مصعب ابن عبد الله الزبيري: ولقد كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه، فيقال له في ذلك فيقول: لو رأيتم الذي رأيت لم تلوموني على ذلك. وبدأ مالك يذكر ثلة من العلماء قبله، فقال: كان محمد ابن المنكدر، وكان سيد القراء، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده أو حدث عنه بكى حتى نرحمه. وكان جعفر بن محمد الصادق، وكان كثير الدعابة والابتسام، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده تغير وتململ. ولقد ترددت عليه كثيرا فما رأيته إلا مصليا أو صامتا أو قارئا للقرآن، وما كان يحدث قط إلا على طهارة. وكان الحسن إذا روى حديث بكاء الجذع يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبكي لفراقه، فأنتم أولى أن تشتاقوا إليه. وكان القاسم ابن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نزف منه الدم. وكنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى تجف عينه. وكان الزهري وهو ممن لقينا شرفا إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأني ما أعرفه وما يعرفني. وكنت آتي صفوان بن سليم فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى حتى يقوم الناس من مجلسه. هؤلاء ما كانوا يتصنعون، لكن بلغت محبتهم الذرى، عرفوا كل شيء عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه من علامة المحب، أن يعرف كل شيء عن حبيبه. فما هي صفته صلى الله عليه وسلم؟ هل جماهير المسلمين لو قيل لأحدهم صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستطيع أن يصفه؟ هل يستطيع أن يذكر طوله وعرضه ويذكر أعضاءه ووجهه؟ هل يستطيع؟ أكاد أجزم أنه لا يعرف هذا إلا أقل القليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقال: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. وقال: من رآني في المنام فقد رأى الحق. يأتي كثير من الناس يقول: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منام. طيب صفه لا يأتي بالوصف. لو كان يعلم وصفه على الحقيقة فلو أتاه في المنام لعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا أتاه الآتي كما في مستدرك الحاكم من حديث عاصم ابن كليب عن أبيه، قال: أتيت ابن عباس فقلت: يا أبا العباس، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي. فقال له:
صفه لي. قال كأنه يشبه الحسن بن علي. قال قد رأيته، لأن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد كبير. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث قال صليت العصر مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بليال، وكان معنا علي بن أبي طالب. فلما خرجوا من المسجد إذا الحسن بن علي يلعب مع الغلمان، فذهب إليه أبو بكر فاحتمله على عاتقه وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. فكان الحسن يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى محمد بن سيرين إمام المعبرين أنه كان إذا أتاه الرجل يقول له أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيقول صفه لي، فإن وصفه على النعت الموجود في الكتب قال رأيته، وإلا قال لم تر شيئا. وفي كتاب الشمائل للإمام الترمذي ومسند الإمام أحمد بسند صحيح إلى يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف في زمان ابن عباس، جاء ابن عباس فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال إنعت لي الرجل الذي رأيته، قال رأيت رجلا بين الرجلين لحمه وشحمه حسن الوجه أكحل العينين جميل دور الوجه لحيته تملأ صدره من ها هنا إلى ها هنا. فقال له ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما وصفته بأكثر من ذلك. فكان ابن عباس يسأل الرائي عن الوصف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فكأنه رآني في اليقظة. فجاء رجل مرة وقال لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت صفه لي، قال رأيته أمرد بلا لحية. فهذا لم ير شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب لحية طويلة عريضة. وقد قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، أي على الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأيها المحب، إليك وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنك تراه. وقد جمعت هذه الأوصاف من الأحاديث الصحيحة والحسنة والتي يحتج بمثلها عند أهل العلم، وبذلت في ذلك مجهودا كبيرا، وقد غلبتني عيني كثيرا أثناء جمع هذه المادة لما كنت أراه من محبة الصحابة وهم يصفونه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى هذه المادة جماعة من الصحابة، من أجمعهم هند ابن أبي هالة وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو جحيفة وعائشة رضي الله عنها وجماعة آخرون قد أنص في بعض المواضع عليهم. أما هيئته العامة فكما قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة من الرجال، لا بالطويل ولا بالقصير، وأدي معنى ربعة من الرجال، لا هو طويل مفرط في الطول ولا هو قصير مفرط في القصر، كان ربعة من الرجال لا بالطويل ولا بالقصير، ليس بالأبيض الأمهق ولا الأدم، إنما كان أزهر اللون. الأبيض الأنهق أي شديد البياض لا يخالطه حمرة كالجبس والأسمنت الأبيض،
فهذا أبيض ولكن ليس له بهاء. اللي بيعطي هذا البياض البهاء لون الحمرة، لون الدم، ويقال أزهر إذا كانت البياض خالطه حمرة وليس بآدم. آدم يعني شديد السواد. وقد وصف الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كسبيكة الفضة، كما وصفه بذلك أبو هريرة ومحرش الكعبي، كان كسبيكة الفضة. وأنت لو وضعت الفضة بجانب الجب لرأيت للفضة سوادا. وهذا يخرج لنا رواية أنس رضي الله عنه التي قال فيها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أسمر. فالسمرة هنا ليست سوادة، ولكن السمرة هي اللي هو البياض الذي يخالطه حمرة كالفضة إذا وضع بجانب الجبل. أما وجهه صلى الله عليه وسلم فكما قال أبو هريرة: كأن الشمس تجري في جبهته. وكما سأل أبو عبيدة ابن محمد ابن عمار بن ياس، سأل الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا بني لو رأيته قلت الشمس طالعة. وكان وجهه مستديرا ليس طويلا، كما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب أن أبا إسحاق التبيعي سأله: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالسيف؟ قال: لا، بل كان وجهه كالقمر، أي في الاستدارة والبهاء، وليس في القوة والجمود والطول. وكذلك رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة أنه سئل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم: أكان كالسيف؟ قال: لا، بل كان كالشمس والقمر، كان مستديرا. أما عينه، والعين طليعة القلب، وهي التي تجعل الوجه ينطق بالبهاء، فكما وصفته أم معبد: في عينه دعج وفي أشفاره غطف. أما الدعوجة فكما وصف علي بن أبي طالب: شدة سواد الحدقة في شدة بياض العين. فيقال فلان أدعج إذا كان شديد السواد في شدة بياض. وفي أشفاره غطف، أي طول، كان شعر أشفار عينيه طويلا كأنه مظلة، وهذا في غاية البهاء والجمال. وجرب أن ترى إنسانا من بني آدم أشفاره طويلة، أهدب الأشفار، كما ورد في حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكان أكحل العين، إذا رأيته قلت هو واضع الكحل. والكحل سنة للرجال وللنساء معا، وليس مختصا بالنساء. والكحل يشد أشفار العين ويظهر بهاءها. وسئل جابر بن سمرة عن عين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فقال: كان طويل شق العين، يعني ليست عينه ضيقة، بل مع اتساعها كان شقها طويل. وكذلك كان أزج الحواجب من غير قرن، كما قال هند ابن أبي هالة: أزج الحواجب من غير قرن له عرق يدره الغضب. أزج الحواجب أي أن الحاجب يطوف بالعين كلها مع دقة فيه، وهذا تفعله النساء تكلفا وقد نهين عنه، لأن تجعل حاجبها كالهلال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أزج الحاجب من غير قرن، القرن اللي هو اتصال الحواجب من أعلى الأنف.
وهذا مذموم عند العرب، لم يكن له ما نسميه الآن بالعبد، إنما كانت حواجبه منفصلة، له عرق في أنفه يدره الغضب، أي إذا غضب ظهر هنا في كف الأنف عرق يمتلئ بالدم إذا غضب صلى الله عليه وسلم. وكان أشم العرنين، العرنين اللي هو الأنف، أشم يعني مرتفع، مع دقة في أرنبة الأنف وارتفاع في قصبته صلى الله عليه وسلم. أما شعره فلم يكن جعدا قططا، ولم يكن أيضا ذا سبوطة، الجعد القطط والملو للو، ولم يكن سبطا رجلا، السبط والشعر اللي هو الناعم، لم يكن لا هذا ولا ذاك، بل كان وسطا. وفي مسند أبي يعلى أن أنس بن مالك كان يجلس مع بعض أصحابه فسألوه أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكر شعره قال هو كشعر قتادة، وقتادة أحد الجلوس في المجلس مع أنس، فلما سمع قتادة ذلك بكى من الفرح أن شعره يشبه شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان شعره طويلا يصل إلى منكبيه ويغطي شحمة أذنيه، وكان في أول أمره يسدل شعره على ناصيته كالقصة، وكان أهل الكتاب يفعلون ذلك كما في الصحيحين، كانوا يسدلون شعورهم، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل أولا يعني كانت له قصة، ثم فرق بعد ذلك وخالف أهل الكتاب. وكان أحيانا يضفر شعره 4 غدائر كما في حديث أم هانة، وقد رأى رجلا مرة يصلي وقد عقص شعره، ربطوا لفه من وراء وربطوا بشيء شبيه بقماش أو أستك، فحل شعره وقال دعه يسجد معك. ولذلك في السنة لمن ترك شعره طويلا ألا يجمعه من خلف، إنما يتركه إذا سجد يسجد معه، وإذا رفع يرفع معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما لحيته فقد أجمعت الأحاديث كلها على أنه كان كث اللحية كثيف الشعر، وكانت لحيته تملأ صدره كله، حتى قال أبو معمر لخباب بن الأرس: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال بأي شيء كنتم تعرفون أنه يقرأ في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. وكل حديث ورد كما عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها فلا يصح بحال. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كل حديث في هذا الباب توفير اللحية وتمام إعفائها وألا يقربها المسلم بتهذيب، إنما الذي فعل ذلك هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما على ما رواه البخاري في صحيحه، فقال: وكان ابن عمر، أي الراوي عن ابن عمر، قال: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. هذا هو الثابت في هذا الباب، أن ابن عمر هو الذي كان يأخذ، أما الصحابة فكعلي بن أبي طالب مثلا
فكانت لحيته تبلغ سرته وكانت تملأ ما بين نحره. ولم يدرك الشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ شيبه 20 شعر. وقال في رواية أخرى: لو شئت لعددتها عدا. فارمق هذا المحب يعد الشعر الذي شاب في لحيته صلى الله عليه وسلم، كم احتاج منه هذا في المجالس إلى أن يرمقه؟ كم مرة يحتاج أن يرمقه؟ لأن الشيب لا يخرج فجأة، إنما شعر وراء شعر وراء شعر. وسئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ما خضب إلا قليلا. هذا الشيب كان يخضبه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث جابر بن سمرة لما سئل: أشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما شمط في مقدم رأسه ولحيته. وشمط أي ابتدأ شيبه، فكان إذا ادهن ورجل لحيته لا يظهر شيء، أما إذا شعث، يعني كان شعره أشعث، فإنه يظهر هذا الشيب القليل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم، ضليع الفم أي عظيمه وواسعه، وهذا يدل على الفصاحة، وكان ذلك ممدوحا عند العرب. قالت أم معبد: في صوته صهل، في صوته صهل. يعني أنت لما تلاقي واحد بيضحك كده من قلبه تقول له: الواد ده مصهل ليه؟ صهل، صهل الصوت أي حدته ونقاؤه مع بحة فيه، وهذه البحة تزيده جمالا وبهاء كما قالت أم معبد: إذا نطق سما وعلاه البهاء. حلو المنطق، فصل ليس بنزر ولا هز، كأن كلماته خرزات منظومات. النزر هو القليل والهزر هو الكثير، أي بين بين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم دقيق المسربة، والمسربة هو الشعر النازل من الصدر إلى السرة، أما الثديان والظهر فلم يكن عليهما شعر، برغم أنه كان أشعر الذراعين والقدمين والساقين، لكن صدره لم يكن عليه شعر صلى الله عليه وسلم. أما يده فكان شسن اليدين والقدمين، شسن اليدين والقدمين يعني عظيم اليد عظيم القدم. وكان عظيم الكراديس أيضا، والكردوس هو رأس كل عظم أو التقاء عظمين كبيرين، كالتقاء مثلا العظمين من الكتف واليد والكوع والورك والركبة. فكان صلى الله عليه وسلم عظيم الكراديس، وكان دقيق الساق مستولا كما وصفه سراقة بن مالك، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن ساقه جمارة. الجمار هو جمار النخل، شحمة النخل ولحمته، وهو يصف بياض ساقه صلى الله عليه وسلم. أما كعباه فقد وصفها جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان منهوس العقبين، منهوس العقبين أي قليل لحم العقبين. أما قدمه من أسفل فكانت ملآنة، زي إحنا بنقول الآن فلان عنده 3 فوت، لم يكن هناك تقوس في قدمه من أسفل، فكان إذا وطئ الأرض وطئها جميعا، أي علمت قدمه كلها على الأرض. أما أسنانه فكما وصفها هند بن أبي هالة كان أشنب مفلج الأسنان،
الأشنب اللي أسنانه رقيقة وحادة وبيضاء. وفي حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الثغر، الثغر اللي هي الأسنان التي لم تسقط من منابتها، وكان مفلج الأسنان أي بين أسنانه مسافة، وهذا مستحسن وتفعله النساء تكلفا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل لعن فاعل ذلك اللي هي المتفلجات للحسن، لعن الواشمة والموشومة والمستوشمة والمتفلجة للحسن، المتفلجة اللي هي بتجعل بين أسنانها فارقا. وهذا البياض، بياض الأسنان، وصفه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت قبل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ولا بعده أحسن منه، كان إذا ضحك تلألأ في الجدر كأنه مرآة. يعني إذا ضحك صلى الله عليه وسلم من نقاء أسنانه وبياضها كان يظهر هذا البياض واللمعان في الجدار. فهذا مجمل وصفه صلى الله عليه وآله وسلم. فاللهم إن كنا لم نصحبه في الدنيا فلا تحرمنا صحبته يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا همزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك.